طيب مساء الفل، هنخلص مع بعض النهارده باقي الجزء الثاني ونبتدي على طول الجزء الثالث. كنا وقفنا المره اللي فاتت لغايه حاجه اسمها امتى تبلغ او امتى الشخص اللي عنده حاجه في قلبه ما ينفعش يسوق عربيه. الحته دي هتتكرر علينا في كذا شابتر، هتتكرر علينا في النيورولوجي وهتتكرر علينا في الاندوكراين. تمام، في بعض الامراض عندهم في الدول الغربيه، وهو هنا طبعا بيتكلم عن اليوكي، ان هو في بعض الامراض ما ينفعش صاحبها يسوق عربيه. تمام، ولو معاها رخص السواقه لازم يتوقف عن السواقه، ولو اتقال له توقف عن السواقه او ما وقفش سواقه بتضطر انك انت تبلغ عنه، واداره المرور بتسحب منه رخصه العربيه بتاعته. طيب ايه الفكره فيها؟ الفكره بس ان هو في بعض الامراض العيان بيمثل خطر على نفسه وخطر على اللي حواليه. يعني زي مثلا لو العيان ده بيجي له كونفالجنس، عيان ايبيليبسي بيجي له كونفالجنس، تمام، هل بالمنطق العيان ده ينفع يسوق عربيه؟ طبعا لا، لانه لو سوق عربيه وجات له اتاك كونفالجنس وهو سايق العربيه ممكن بسهوله جدا يعمل حادثه يأذي نفسه يأذي غيره. طيب فالحته دي هتتكرر علينا في كذا شابتر على فكره، كل شابتر هيقول لك ايه الامراض اللي في الشابتر ده اللي ما ينفعش صاحبها يسوق عربيه. في امراض ما ينفعش يسوق مدى الحياه، زي مثلا الناس اللي عندهم مشاكل في عينيهم زي الهيمانوبيا والحاجات دي هنقولها في النيورولوجي، وفي حاجات لازم يوقف سواقه لفتره معينه لغايه ما تطمن ان المشكله اللي عنده خفت او الريسك ان يحصل ريكرنس قليل، زي مثلا الكونفالجنس. الكونفالجنس او الابيليبسي صاحبها لازم يوقف سواقه لمده سنتين كاملين. بعد السنتين لو هو سنتين كاملين فري عمره ما جاله اي ابيليبتيك اتاك، ساعتها بيبقى سيف انه يرجع يسوق مره ثانيه. طيب في الكارديو فاسكولار ميديسين ايه الامراض اللي هو ما ينفعش صاحبها يسوق عربيه؟ ممكن تكتبهم على جنب. واحد، الهايبرتنشن، لو ضغطه اكتر من 180 على 100 ما ينفعش يسوق. تركيب الدعامه، بس الدعامه الالكتيف، تمام، لو واحد ركب دعامه الكتيف ما يسوقش عربيه لمده اسبوع. ونفس الكلام عن البيس ميكر، لو واحد ركب بيس ميكر الكتيف ما ينفعش يسوق عربيه لمده اسبوع. تمام، طيب يبقى تاني الضغط، لو ضغطه اكتر من 180 على 100 ما ينفعش يسوق طول ما هو ضغطه كده، لو ظبط ضغطه ينفع يسوق، يرجع يسوق مره ثانيه. الدعامه الالكتيف، تركيب الدعامه وتركيب الميس ميكر يوقف سواقه لمده اسبوع كامل. طيب الكابج، لو عامل عمليه كابج، تمام، يوقف سواقه لمده شهر. انا عارف ان الجزء ده جزء مباشر شويه. الاكيوت كورونر سيندروم، الاكيوت كورونر سيندروم يوقف سواقه لمده 4 اسابيع، لمده شهر، زيه زي الكابج بالظبط. تمام، الا لو الشخص بتاع الاكيوت كورونر سيندروم دخل قسطره وركب دعامه، ساعتها بيعامل نفسه معامله الالكتيف كورونري انجيوجرافي. يبقى تاني الاكيوت كورونري سندروم يوقف لمده 4 اسابيع، الا لو الاكيوت كورونري سندروم ده لو جالك عيان مثلا بانستيبل انجينا دخلته قسطره وركبت له دعامه وموضوع كان ناجح، بيعامل نفسه معامله الالكتيف الالكتيف انجيوجرافي، ساعتها برضه بيوقف سواقها لمده اسبوع واحد. طيب البيس ميكر لمده اسبوع، الاي سي دي، الاي سي دي حاجه من الاثنين، طلع منها سهمين. الاي سي دي لو هو لبرايمري بريفنشن لمده شهر، لو هو سكندري بريفنشن لمده 6 شهور. يعني ايه الفرق ما بينهم؟ قلناها قبل كده، برايمري بريفنشن يعني عيان عمره في حياته ما جات له اريزميا لكن انت خايف انه يجي له اريزميا، فانت بتركب له اي سي دي بروفيلاكسيس. السكند بريفنشن لا، السكند بريفنشن ده عيان جات له قبل كده بالفعل اريزميا، فانت دلوقتي بتركب له اي سي دي عشان ما يدخلش في اريزميا مره ثانيه، دي اسمها سكندري بريفنشن. طيب الاورتيك انيوريزم ده اخر واحد. الاورتيك انيوريزم على حسب حجم الاورتيك انيوريزم بتاعه، لو هو 6 سنتي او اكتر بتبلغ، لو هو اكتر من 6.5 سنتي لازم يقف عن السواقه. تمام، يبقى تاني لو هو اكتر من او يساوي 6 سنتي بتبلغ اداره المرور، لو هو اكتر من او يساوي 6.5 سنتي لازم يقف عن السواقه. يبقى تاني هي حته سخيفه الصراحه، بس اخر واحده الهارت ترانسبلانتيشن ده، انت ما بتحتاجش انك انت تبلغ خالص، ما فيش اي خطوره على الشخص اللي زرع عضله قلب جديده. تمام، ما بتحتاجش خالص انك انت تبلغ. يبقى تاني الهايبرتنشن، لو ضغطه اكتر من 180 على 100 لازم يقف عن السواقه. تركيب الدعامه الالكتيف وتركيب الدعامه السكندري لاكيوت كورونري سندروم الاثنين بيقف لمده اسبوع. تركيب البيس ميكر لمده اسبوع. الكابج شهر. الاكيوت كورونري سندروم لو ما ركبش دعامه 4 اسابيع. الاكيوت كورونري سندروم لو ركب دعامه اسبوع. تمام، تاني خلي بالك الاكيوت كورونري سندروم لو ما ركبش دعامه بيوقف السواقه لمده 4 اسابيع، لكن لو ركب دعامه بيعامل نفسه معامله الكتيف كورونري انجيوغرافي بيوقف السواقه لمده اسبوع واحد. تمام، لكن لو ما ركبش بيوقفها لمده 4 اسابيع. البيس ميكر لمده اسبوع، الاي سي دي على حسب هي برايمري ولا سكندري. برايمري
بيوقف لمده شهر سكندري سكندري بريفنشن، يعني جاله قبل كده بالفعل فيتاك او جاله اي نوع من انواع الاريزميا، فساعتها بيوقفها لمده 6 شهور. الاورت كان يوريزم على الحجم حسب الحجم بتاعها، لو 6 سنتي بتبلغ، لو اكتر من 6.5 سنتي لازم يوقف عن السواقه. اخر واحده الانجينا، الانجينا على حسب، لو هي بيجي له الاعراض ات ريست لازم يوقف، تمام؟ ليه؟ لان هو ده معناه انه ممكن هو سايق العربيه تيجي له الاعراض، لان هو المفروض انك انت لو واحد بيجي له انجينا اون اكزيرشن خلاص ما بتخافش عليه قوي، لكن لو بيجي له ات ريست معنى كده ان هو حتى وهو سايق العربيه ات ريست ومرتاح وقاعد على الكرسي ممكن يدخل في انجينا الاتاك، وساعتها ممكن تخليه يفقد السيطره على السواقه بتاعته ويعمل حادثه. طيب بعد كده في حته في السيولوجي اوريكم الكيرف بتاعها، ده الكيرف بتاعها الاكشن بوتنشال بتاع الهارت، حته كده في السيولوجي صغيره، تمام؟ لو انت تفتكر الكيرف ده كان بيتقسم من 5 مراحل، ستيج 0 ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 وستيج 4، تمام؟ ستيج 0 دي اللي هي الايرلي ديبولاريزيشن. ايه اللي بيحصل يا بيه في ستيج 0؟ اللي بيحصل في ستيج 0 ان الصوديوم بسرعه جدا بيدخل جوه الخلايا، تمام؟ فبيقلب لك البولاريتي بتاع السيل ميمبرين، تمام؟ فنتيجه دخول الصوديوم بسرعه جدا، نتيجه انك انت بتدخل لك بسرعه جوه الخلايا شحنات موجبه، فده بيخلي رابد اسندنج في الكيرف اللي قدامك ده، تمام؟ طيب ده خطوه الديبولاريزيشن، دي اول خطوه اللي هي ستيج 0، الصوديوم بيبتدي يدخل بسرعه جدا جوه الخلايا. الستيج الثانيه ايرلي ريبولاريزيشن اللي هي رقم 1، تمام؟ ايه اللي بيحصل يا بيه في ايرلي ريبولاريزيشن؟ شويه شحنات موجبه من جوه بتطلع لبره، فعشان كده قل الكيرف شويه، تمام؟ شويه بوتاسيوم هيطلع لبره، ده اسمه ايرلي ريبولاريزيشن. بعد كده العيان بيدخل في مرحله بلاتو اللي هي في المرحله الثانيه. ايه اللي بيحصل في المرحله الثانيه؟ المرحله الثانيه دي مرحله شبه ثابته، تمام؟ ليه بيه شبه ثابته؟ لانك انت العيان ده الخلايا بتاعته بتطلع بوتاسيوم وفي نفس الوقت بتدخل كالسيوم، بتطلع شحنات موجبه وفي نفس الوقت بتدخل شحنات موجبه، فالنتيجه في الاخر تعادل ما بينهم، تمام؟ الستيج الثالثه البوتاسيوم بس هو اللي بيكمل طلوع والكالسيوم بيقف، عشان كده الكيرف بيبتدي يرجع مره تانيه للبيز لاين بتاع العيان تاني. في الاول الصوديوم ابتدى يدخل شحنات موجبه بكميه كبيره، تمام؟ فعكست لك بولاريتي، فعملت لك ايرلي دي بولاريزيشن. البوتاسيوم ابتدى يطلع، تمام؟ فعشان كده حصل الدروب ده اسمه ايرلي ريبولاريزيشن. بعد كده مرحله توازن، مرحله بالانس، تمام؟ ايه سبب البالانس؟ ان البوتاسيوم البوتاسيوم مستمر في الطلوع لكن الكالسيوم كمان بيدخل، فانت عندك شحنات موجبه بتطلع لكن قصادها في شحنات موجبه بتدخل، فالعيان بيدخل منك في مرحله بلاتو، تمام؟ بعد كده الكالسيوم اللي بيدخل بيقف والبوتاسيوم بيستمر في الخروج من الخلايا، تمام؟ فبيبتدي الكيرف ينزل معاك اللي هو ستيج 3 اللي هو ريبولاريزيشن، تمام؟ اخر ستيج انت في الاخر، اخر السج بتحاول تصلح الدنيا، لانك انت المحصله الاخيره انك انت دخلت صوديوم كتير جوه الخلايا وخرجت بوتاسيوم كتير بره الخلايا، تمام؟ في الاخر البولاريتي حصل توازن ما بينها والعيان رجع تاني للبيز لاين بتاعه، لكن انت ما تنساش انك انت ملخبط الدنيا، انت دخلت الصوديوم جوه وطلعت البوتاسيوم من بره. فالسج 4 دي بيحصل فيها ان الالكترولايتس ترجع مره تانيه للنورمال بوزيشن بتاعها، يبتدي الصوديوم يطلع والبوتاسيوم يدخل تاني جوه الخلايا عشان تبتدي سايكل جديده مره تاني، تمام؟ تاني ببساطه شديده ده الاكشن بوتنشال بتاع الكاردياك ماسل، ده الخطوات بتاعته. اول حاجه الصوديوم بيدخل بكميات كبيره، شحنات موجبه بكميه كبيره تدخل جوه الخلايا فتعمل لك ايرلي ريبولاريزيشن، شحنات موجبه اللي هو بوتاسيوم يبتدي يطلع فالايرلي ريبولاريزيشن، تمام؟ ده الديبولاريزيشن ايرلي ريبولاريزيشن. بعد كده العيان يدخل في مرحله بلاتو، مرحله بلاتو دي مرحله توازن، البوتاسيوم مستمر في الخروج لكن قصاده الكالسيوم بيبتدي يدخل جوه، فيعمل لك مرحله توازن اللي هي مرحله بلاتو. بعد كده دخول الكالسيوم بيقف والبوتاسيوم بيستمر في الخروج فيبتدي الكيرف يقل معاك، تمام؟ لغايه ما ترجع تاني للبيز لاين. البيز لاين انت رجعت زي ما ابتديت، نفس النقطه اللي انت ابتديت بيها، لكن الفرق الوحيد ما بين النقطه دي وما بين البدايه ان في البدايه الصوديوم كان بره والبوتاسيوم كان جوه، تمام؟ هنا انت في توازن في الـ في الـ في, الـ في البولاريتي عندك، لكن في لخبطه في مكان الالكترولايتس ان الصوديوم جوه والبوتاسيوم بره، ففي مرحله 4 تبتدي تصلح الدنيا، تطلع الصوديوم وتدخل البوتاسيوم عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بامب، تمام؟ وتبتدي سايكل مره ثانيه. اوكي.
ده حته الاكشن بوتنشال اللي موجوده قدامك. طيب حته كده هنت على جنب ان الكارديك ماسل كونتراكشن بتاعها بيستمر فتره كبيره، بيستمر حوالي من 10 ل 15 مره اكتر من السكليتال ماسل. طيب الكوندكشن فيلوسيتي بيقول لك سرعه الكهرباء هي وماشيه جوه خلايا القلب. اسرع مكان على الاطلاق بتمشي فيه الكهرباء هو البركنجي فايبر، تمام؟ البركنجي فايبر هو نمبر 1. يلي البركنجي فايبر الاترا كوندكشن، تمام؟ الاترا في الاتريوم الكهرباء بتمشي بسرعه 1 مللي بير سكند، تمام؟ 1 مللي بير سكند. الافي نود يا بيه نص السرعه بتاع الاترا كوندكشن، يعني لو كان ده 1 مللي، لا ده مش نصها، ده اقل من ده 5 من 100%، تمام؟ 0.05 مللي بير سكند، ده في الايفي نود. لو انت خدت بالك ان الايفي نود بيحصل فيها ديلي، تمام؟ طب ليه يا بيه بيحصل فيسيولوجيكال ديلي ده؟ ليه السرعه في الاتريوم مش نفس سرعه الايفي كوندكشن؟ لازم الايفي كوندكشن يحصل فيها ديلي، تمام؟ علشان تدي فتره للاتريوم انه كونتراكت، وتدي فتره ان الدم اللي في الاتريوم ينزل في الفنتركل، تمام؟ قبل ما الكهرباء ما تدخل على الفنتركل ويبتدي الفنتركل يحصل له كونتراكشن، لان خلي بالك هو في الاول الكهرباء بعدها كونتراكشن، تمام؟ انت في الاول بتدي كهرباء للاتريوم كله، يبتدي الاتريوم يكونتراكت، الكهرباء توصل للايفي نود، يروح للايفي نود مأخرها شويه، دي بيأخرها لغايه ما الاتريوم يكون عمل الكونتراكشن بتاعه وابتدى يفضي الدم اللي فيه على الفنتركل. دي ميزه الاي في ديلي، تمام؟ ويخلي بالك ان معظم الادويه بتاعت الريت كنترول بتشتغل على الاي في نود وبتزود الديلي اللي فيها. طيب الفنتريك اخر نقطه، ان اسرع نقطه بتمشي فيها الكهرباء هي البركنج فايبر. البركنج فايبر سرعه الكهرباء فيها من 2 ل 4 مللي بير سكند، تمام؟ من 2 ل 4 مللي بير سكند. طيب حته فيسيولوجي بحته كده. اوكي دول كانوا اخر موضوعين فاضلين لينا من الكارديولوجي، من الجزء الثاني بتاع الكارديو. نبتدي الجزء الثالث، نرجع تاني للكلام الكلينيكال بتاعنا. طيب اخر حاجه بفضل لنا في الكارديو هي الكونجينيتال هارت ديزيز والفالف ليجن وشويه موضوعات ميسيلينيس. نبتدي مع بعض الكونجينيتال هارت ديزيز. والهوكا بالظبط. الكونجينيتال هارت ديزيز، خلي بالك بصفه عامه في تقسيمتين للكونجينيتال هارت ديزيز، في السيانوتيك هارت ديزيز وفي اي سيانوتيك هارت ديزيز، تمام؟ يعني ايه كونجينيتال سيانوتيك ويعني ايه كونجينيتال اي سيانوتيك؟ ببساطه جدا كونجينيتال اي سيانوتيك هي عباره عن كونجينيتال هارت ديزيز البيبي او الطفل فيها ما بيبقاش ازرق، ما بيبقاش لونه ازرق، ما بيبقاش مش بيكومبليكيت بساينوز، تمام؟ لكن السيانوتيك هارت ديزيز مش كده. السيانوتيك هارت ديزيز في المعتاد انت بيبقى عندك مشكله في الاكسجينيشن وموجود في البلاد، فالولد ده من الحاجات اللي بتميزه السيانوزس العنيفه الموجوده على جسمه. طيب كل واحد من دول هنبتدي ناخده بالتفاصيل. اولا الاي سيانوتيك كونجينيتال هارت ديزيز اشهر واحد فيهم هو الفي اس دي. الفي اس دي خلي بالك هو الموست كومن اي سيانوتيك كونجينيتال هارت ديزيز، ويلي الاس دي وبيتا اندكتس والكاركتيشن في اورتا، كل واحد هنتكلم عليه بالتفاصيل. السيانوتيك هارت ديزيز ده برضو كل واحد هنتكلم عليه بالتفاصيل، اشهرهم هو التتراديو فالوت والدي جي اي وتراكسبت اثريزيا وهكذا. طيب خلي بالك النقطه المهمه، اولا الفي اس دي خلي بالك ان الفي اس دي هو الموست كومن كونجينيتال ديزيز، تمام؟ هو موست كومن كونجينيتال هارت ديزيز، تمام؟ يعني ايه؟ يعني لو انت عندك بيبي، البيبي ده اتولد بمشكله في قلبه، بديفكت في قلبه، بكونجينيتال ديفكت في قلبه، الموست كومنلي هيبقى في اس دي، تمام؟ لكن في الادلت مش كده. في الادلت اشهر حاجه ممكن تشوفها في الادلت هو الاي اس دي. طب ليه؟ الفكره ما هوش الاي اس دي مور كومن عن الفي اس دي، لا الاي اس دي اقل بكتير جدا من حالات الفي اس دي. امال ليه في الادلت يا بيه اكتر حاجه بتشوفها هو الاي اس دي؟ لا مش اكتر حاجه بتشوفها، هو الفكره انها اكتر حاجه بتتشخص في الادلت. ليه؟ الاي اس دي الفكره فيه ان اعراضه بتتاخر قوي، فمعظم الناس الادلت في معظم الناس اللي عندهم اي اس دي ما فيش اي اعراض عليهم الا لما بيكبروا في السن، فلما تيجي تشخص اي اس دي في المعتاد بتشخصه الشخص ده كبير، تمام؟ لو الشخص ده ابتدى يشتكي بيشتكي عند سن الثلاثينات او الاربعينات، قبل كده كان عمره في حياته ما بيشتكي. غير الفي اس دي، الفي اس دي اولا هي الموست كومن من ناحيه، من ناحيه ثانيه اعراضها بتظهر بدري، يعني قبل كتير على سن سنتين ثلاثه بيبتدي الولد تظهر عليه مانيفستيشنز، تمام؟ لكن اي اس دي مش كده. الاي اس دي اولا الميرمر بتاعه بيبقى ضعيف جدا في المعتاد، في الصغيرين ما بيتسمعش، ثانيا ما بيبقاش عنده اي اعراض، فانت لغايه ما الميرمر ما يبتدي يتسمع، تمام؟ ده من ناحيه، من ناحيه تانية لغايه ما الاعراض ما بتبتدي تظهر انت الشخص ده في المعتاد بيكون كبر في السن. طيب النقطه اللي بعد كده
عشان كده يا بيه الفيس دي هو الموست كومن كوز سيانوتيك هارت ديزيز. في نقطة تانية مهمة جدا بس أجلها لي شوية، لازم نفهم الأول تترالوجي فلوت عشان تفهم الجملة المكتوبة دي. طيب اللي هي الفرق ما بين التي جي اي والفلوت اوف تترالوجي، فكروني هنقول الحتة دي كمان شوية. نوت بوك سريع، الاورتيك ريجرجيتيشن ممكن يبقى جزء من الاوستيوجينيس امبرفكتا. ايه الاوستيوجينيس امبرفكتا؟ ده شرحناه قبل كده، ده عباره عن ديفكت في الكولاجين تايب 1 اللي هو اقوى انواع الكولاجين، تمام؟ بالتالي فالطفل ده من اول ما بيتولد بيبقى العظم بتاعه ضعيف جدا، الاسنان بتاعته ضعيفه جدا، العظم بتاعه بيتكسر بسهوله، تمام؟ عشان كده بيدخل في ديفرنشال دايجنوز للتشايلد ابيوز. من الحاجات التانيه اللي بتميز اوستيوجينيس امبرفكتا هو موضوع البلوش سكليرا، لو فاكرين شرحناه قبل كده في روماتولوجي، تمام؟ هو هنا بس قايل لك ان هو ممكن بعض حالات اوستيوجينيس امبرفكتا يبقى معاها اورتيك ريجرجيتيشن. طيب نقطه تانيه كانت بوك، خلي بالك ان هو لو طفل اتولد من ام عندها سيستميك لوبس، اشهر حاجه بتضرب البيبي ده كونجينيتال هارت بلوك. طب ليه بي كومبليت هارت بلوك او كونجينيتال هارت بلوك بيبقى مولود بالهارت بلوك؟ لان احنا قلنا ساعتها خلي بالك انك انت عندك مشكلتين في الام اللي مصابه بالسيستميك لوبس في من ناحيه البيبي، في اتنين انتي بودي، الانتي فوسفوليبيد انتي بودي والانتي رو انتي لا انتي بودي. الانتي فوسفوليبيد انتي بودي ده في المعتاد بيخلي لك الحمل ما بيكملش. طب لو كمل، وات از ذا موست كومن ابنورمالتي اللي بتحصل في البيبي؟ كونجينيتال هارت بلوك، تمام؟ ليه بيحصل كونجينيتال او كومبليت هارت بلوك؟ لان الانتي رو بيعدي البلاسينتا بيوصل للبيبي بيضرب له الكوندكشن سيستم، فالعيل ده يتولد لك بكومبليت هارت بلوك. وقلنا ساعتها ان المشكله دي غالبا تمبرري وبتخف لوحدها من غير ما تعالجها. طيب ليفت فينتريكل هايبوبليزيا، ده برضو نقطة سريعة، هو مش شارح الموضوع شرح كامل. ليفت فينتريكل هايبوبليزيا ده طفل بيتولد بماركت، اوريكم الصوره بتاعته اهو، هو ده. ده عيل بيتولد ب كونجينيتال ديفكت، مشكلته ايه يا بيه؟ الليفت فينتريكل بتاعه صغير جدا جدا جدا. لا مش ده، الليفت فينتريكل بتاعه صغير جدا جدا، اوريها له. اسف، هي الصوره دي، تمام؟ لو انت بصيت معايا هنا هتلاقي في الصوره دي ان رايت اتريم سليم زي الفل، رايت فينتريكل سليم زي الفل، الليفت اتريم نسبيه معقول، الليفت فينتريكل صغير جدا، ماركت هايبوبلاستيك ليفت فينتريكل، تمام؟ العيل ده بيتولد بايه؟ العيل ده بيتولد بكل اعراض الهارت فيلر، تمام؟ على اليوم الثاني والثالث تلاقي كل اعراض الهارت فيلر ابتدت تظهر عليه، تيجي تحط سماعتك على ظهره تلاقي بيزل كريبيتيشن عنيفه، تمام؟ ليه؟ لان الليفت فينتريكل شبه مش موجود، فالولد يبتدي يدخل منك في كل اعراض الهارت فيلر. طيب امال الولد ده بيعيش ازاي؟ تمام، ايه دلوقتي انت فقدت الليفت فينتريكل ككونتراكتايل باور، امال الولد ده بيعيش ازاي؟ الولد ده اللي بيعيشه حاجه واحده بس، الشنط الموجوده هنا، تمام؟ ايه الشنط الموجوده هنا دي يا بي؟ اللي هي الدكتس ارتريوزس. الدكتس ارتريوزس هي عباره عن شنط موجوده ما بين الاورطه وما بين البلمونري، تمام؟ المفروض ان انها بعد ما انت بتتولد بكام يوم بتبتدي تتقفل وتتحول لحاجه اسمها ليجامنتم ارتريوزم، حلو؟ خلي بالك ان الدم اللي موجود في البلمونري ده طالع من الرايت فينتريكل، الاورطه شبه ما فيهوش دم لان الاورطه الدم اللي فيه المفروض يبقى جاي من الليفت فينتريكل اللي هو شبه مش موجود، شبه ما بيشتغلش. طب امال الدم اللي في الاورطه هيجي من فين؟ الدم اللي في الاورطه هيجي عن طريق الشنط دي، تمام؟ الشنط اللي هي ما زالت موجوده ولسه ما قفلش، عشان كده انت بتبقى حريص جدا ان الشنط دي ما تتقفلش لغايه ما تبقى تحل مشكله الفنتركل الصغير ده للعيل، تمام؟ عن طريق الشنط الموجوده ما بين البلمونري وما بين الاورطه، الدم يطلع من الرايت فنتركل يدخل في البلمونري، عن طريق الشنط ده شويه يدخلوا في الاورطه ويبتدي يروح للجسم، بس طبعا كميتهم قليله يا دوب بيبقوا مكفيين. طيب ده اللي هو موضوع الرايت الليفت فينتريكل هايبوبليزيا. الليفت فينتريكل صغير جدا، فالولد بيبقى معتمد على الدكتس ارتريوزس اللي لسه ما قفلتش، عشان كده اسمها بيتن دكتس ارتريوزس لان لسه ما قفلتش، تمام؟ انت بالعكس تبقى حريص جدا ان الدكتس ارتريوزس دي ما تقفلش، لان في اللحظه اللي هتقفل فيها العيل ممكن يموت فيها، تمام؟ زي ما بتقفلهاش، اكتر حاجه بتحافظ لك على الدكتس ارتريوزس انها ما تقفلش حاجه اسمها البروستاجلاندين، زي ما هنتكلم عليها بعد شويه. طيب المرض اللي بعد كده اسمه بيتنت داكتس ارتريوزس، ركز معايا فيه وايه النقط المهمه اللي فيه. اولا بيتنت داكتس ارتريوزس يعني عيل مشكلته ان الداكتس ارتريوزس دي ما قفلتش. الداكتس ارتريوزس هي واحده من الشنطات اللي بتبقى موجوده ومهمه جدا للفيتال سيركيوليشن، تمام؟ هي ومعاها واحده ثانيه، دول اللي بيمشوا الفيتال سيركيوليشن ايام الامبريولوجي لو انتوا تفتكروا، تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل المفروض ان العيل ده بعد ما بيتولد، تمام؟ تيجي الدكتس ارتريوزس دي تتقفل بالكامل وتتحول لحاجه اسمها ليجمنتم ارتريوزا. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل في بعض العيال ان الدكتس ارتريوزس دي ما تتقفلش وتبقى الشنط شغاله ما بينهم،
طيب الدم هيمشي من فين؟ هل هيمشي من اورطه للبلمونري ولا من بلمونري للاورطه؟ لا طبعا من الاورطه للبلمونري. اي شنط ما بين الليفت سايد والرايت سايد لازم هيمشي الدم من الليفت للرايت، ما ينفعش العكس، تمام؟ ما عدا في مرض واحد هنتكلم عليه النهارده. ليه؟ فرق الضغط يا بيه. الضغط ما بين الاورطه اعلى بكتير جدا من الضغط في البلمونري، فشو طبيعي ان الدم هيتحرك من الاورطه للبلمونري. نفس الكلام لما بيبقى في شنط جوه القلب ما بين مثلا رايت فنتركل والليفت فنتركل، او ما بين الاتريوم اليمين والشمال، الدم دايما يتحرك من الشمال لليمين لان الضغط في الشمال اعلى بكتير جدا من الضغط في اليمين. طيب ايه اشهر انفكشن بتعمل البيتا داكتس ارتريوس؟ حاجه اسمها الروبيلا. الروبيلا ده عباره عن انفكشن ممكن تاخدها ست هي وحامل، تمام؟ لو خدتها بتعمل لك حاجه اسمها كونجينيتال روبيلا سيندروم. الكونجينيتال روبيلا سيندروم ده كذا حاجه، من اهمه هو عباره عن ديفنس وكاتراكت وبي دي اي، من اهمهم البي دي اي، تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الداكتس ارتريوز ده ما بتقفلش، فالدم يتحرك لك من الاورطه للبلمونري اترنك. طيب النقطه الثانيه المرمر بتاعه مهم جدا. للاسف ده برضو حاجه من الحاجات اللي لازم تتجمع في الاخر، المرمرات وكل واحده نفهم المرمر بتاعه ليه. المرمر بتاع البيتا داكتس ارتريوزس اكتب عليه اكتب عليه اعلى صوت مرمر ممكن تسمعه، تمام؟ الصوت بتاعه عالي جدا لدرجه انه بيسموه ماشينري ميرمر. ماشينري ميرمر، تمام؟ يعني ايه ماشينري؟ ماشينري ميرمر يعني صوته عالي جدا، تمام؟ لما تيجي تحط سماعتك على صدر الولد تلاقي الصوت بتاعه عالي جدا، ده رقم واحد فيه. رقم اتنين كونتينوس ميرمر. يعني ايه كونتينوس ميرمر يا بيه؟ يعني ميرمر ده على طول مسموع، سواء في السيستول او في الداستول، في الحالتين دايما انت سامع الصوت، لانك انت سواء في السيستول او في الداستول في الاثنين الشنط دي شغاله والدم ماشي من الاورطه للبلمونري ترانك، كونتينوس ماشينري ميرمر. طيب ايه اشهر حاجه بتعملها الروبيلا؟ وده غالبا بيعمل لك كونجينيتال روبيلا سيندروم. طيب بيتشاف اكتر في بريماتيور بيبيز، ايه معنى الجمله دي؟ ليه بيتشاف اكتر في بريماتيور بيبيز؟ تمام؟ بريماتيور بيبيز معظم الحاجات بتبقى لسه ما وصلتش للماتوريشن، ومعظم الحاجات اللي المفروض تكون قفلت لسه ما قفلتش، تمام؟ البيتا داكتس الداكتس ارتريوزس لما بتقفل قبل ما العيل ما بيتولد، او بتقفل في اول كام يوم بعد ما العيل ما بيتولد، تمام؟ لو عيل مولود قبل اوان، لو عيل مولود في الشهر السابع، شيء طبيعي ان كل الحاجات اللي المفروض قفلت هتكون لسه ما قفلتش، لان العيل مولود قبل الاوان بتاعه، قبل الميعاد بتاعه، فشيء طبيعي ان كل حاجات جسمه لسه ما حصلهاش ماتيوريشن. ومن ضمن الحاجات اللي المفروض من ضمن الحاجات اللي كانت المفروض تقفل وما قفلتش هي الداكتس ارتريوز، تمام؟ لكن في المعتاد العيل ده لو ما عندوش مشكله ثانيه خلال شهر او شهرين بالكثير، لو هو بريماتيور، لو هو ماركت بريماتيور، هتلاقي الشنطه دي ابتدت تقفل معاك. لو انت مستعجل على قفلها ادي العيل بروستا جلاندين، ادي العيل بروستا اجلاندين، ادي العيل اندوميسسين عشان تقفلها. طيب الميرمر بتاعها كونتينوس ماشينري ميرمر، طبعا الدم بيتحرك لك من الليفت للراي سايد، فالدم اللي رايح لللنج بيبقى كبير بصوره بيبقى كتير بصوره كبيره، وده ممكن يعمل لك مشكله هنتكلم عليها بعد شويه، اللي هو اللي ممكن ساعتها الضغط في اللنج يزيد بصوره كبيره، لانك انت ساعتها مودي كميه دم لللنج كميتها كبيره، تمام؟ فهتزود البريشر على اللنج، فممكن يعمل لك ريفرز للشنط زي ما هنتكلم بعد شويه. طيب الحاجه الثانيه اللي بتبقى موجوده في بعض الاطفال هو اعراض الهايبر دايناميك سيركيليشن. الهايبر دايناميك سيركيليشن انك انت تيجي تحط ده، بس ده لما بيكبر يعني مش هتحس ووتر هامل بلس في الاطفال، بتحس كولابسنج بلس، بتحس وايد بلس بريشر، دي كلها اعراض هايبر دايناميك سيركيليشن. طيب ازاي يا بيه تخلي الشنطه دي مقفوله وازاي تفتح، تمام؟ خلي بالك اللي بيقفل لك الشنط اللي بيقفل لك الشنط او خلينا اولا اللي بيفتح لك الشنط هو البروستاجلاندين. طول ما انت مدي العيد ده بروستاجلاندين الشنط دي ما بتتقفلش. طب هل ممكن في بعض الحالات انت بتحتاج انك انت تخلي الشنط دي مفتوحه؟ طبعا زي الهايبوبلاستيك ليفت هارت سيندروم، وزي الاهم بكتير جدا وهو اشهر انديكيشن بيخليك تخلي الضغط دي مفتوحه او الشنط دي مفتوحه، مرض اسمه تترولوجي، مرض اسمه ترانسبوزيشن اوف جريت ارتريز. ترانسبوزيشن اوف جريت ارتريز ده بلمونري ترانك طالع من الليفت فنتركل والاورطه طالع من الرايت فنتركل، اتعكسوا في مكانهم، تمام؟ لما بيتعكسوا في مكانه بيخلي لك كل سيركيليشن شغاله مع نفسها، اللنج سيركيليشن شغاله مع نفسها، والسيستميك سيركيليشن شغاله مع نفسها، والعيل ده بيبقى عايش بس على الشنطات الموجوده، ففي اللحظه لو الشنطه دي قفلت العيل بيموت فيها، عشان كده انت بتبقى حريص جدا ان الشنطه دي ما بتقفلش، تمام؟ ازاي بتخلي الشنطه دي مفتوحه ما تقفلش؟ عن طريق انك انت تدي العيل بروستاجلاندين. طيب بعض الحالات بالعكس انت بتحتاج انك انت تدي
حاجه تقفل لك الشنطه. ازاي بتدي حاجه بتقفل لك الشنطه؟ تدي حاجه توقف البروستاجلاندين او انتي بروستاجلاندين. ايه اشهر حاجه انتي بروستاجلاندين؟ هو الاندوميسسين. الاندوميسسين ده انتي بروستاجلاندين فيقفل لك الشنطه الموجوده. طيب الفيس دي ما فيش كلام كتير فيه. الفيس دي هو عباره عن ديفكت ما بين التو فنتركل، ديفكت في السيتم الموجود ما بين التو فنتركل. تمام، ممكن اوريكم الصوره بتاعته، هو مش محتاج صوره قوي. تمام، هو لا ده تترولوجي فالوت، ده اي اس دي، ده بيتن داكتس، ده بيتن داكتس ارتريوزس هافج. دي الصوره بتاعتها، دي اللي انا بقول لك الشنط، دي الشنط الموجوده او الوصله الموجوده ما بين الاورطه وما بين البلمونري. الوصله دي المفروض انها بتقفل بدري بدري. تمام، لو عيل ما قفلتش عنده بتبتدي تسمع ميرمر عالي جدا منها. طيب المهم ما علينا، مش لاقي صوره بس هي مش مهم قوي. الفي اس دي هو عباره عن ديفكت موجود في السبتم الموجود ما بين التو فنتركل، يعني لو افترضنا ان ليفت فنتركل ده مفروض هنا وده رايت فنتركل، لو في ديفكت في السبتم موجود ما بينهم ده في اس دي. الفي اس دي احيانا بيبقى موجود في الماسكولار بارت واحيانا بيبقى موجود في الممبرنس بارت بتاع السبتم. تمام، لو موجود في الممبرنس بارت دي ما بتبقاش مشكله كبيره لان في معظم الاحيان بيقفل، هي بس مشكلته لما بيبقى موجود في الماسكولار بارت احيانا كتير ما بيقفلش وبتضطر انك انت تدخل جراحيا عشان تقفله لو كان كبير في الحجم وابتدى يعمل لك مانيفستيشن. غالبيه الاطفال اللي عندهم في اس دي بيقفل لوحده، غالبيه الاطفال اللي عندهم في اس دي وخصوصا لو صغير في الحجم بيقفل لوحده. تمام، طيب الفي اس دي النقط المهمه فيه، واحد اعرف لي ان هو موست كومن كونجنيتال هارت ديزيز، الموست كومن اي سيانوتيك كونجنيتال هارت ديزيز، في غالبيه الاطفال بيقفل لوحده. الميرمر بتاعه شكله ايه؟ بي الميرمر بتاعه بان سيستوليك ميرمر، بان سيستوليك ميرمر. تمام، يعني ايه؟ يعني طول ليه بان سيستوليك؟ لانك انت الديفكت الموجود عندك موجود ما بين التو فنتركل. الفنتركل هو بيجي يعمل سيستول، هو بيجي يعمل كونتراكشن، المفروض ان هو بيبش الدم اللي فيه عشان يطلع عن طريق الاورطه. لما تبقى في فتحه هنا كمان يبتدي الدم شويه منه تروح للاورطه وشويه منه تعدي عن طريق الفتحه. اول انت بتريح في الدايستول خلاص البريشر بيقل قوي، فمرور الدم خلال الشنط شبه بيقف خالص. تمام، فعشان كده هو بان سيستوليك من اول ما يبتدي السيستول لغايه ما ينتهي السيستول وانت بتبقى سامع بودنك صوت ميرمر. في المعتاد في البيبيهات بالذات بيتسمع على الشيست كله، يعني بتسمع انت لو حطيت سماعتك على اي حته على الشيست بتاعه بتلاقي صوت البان سيستوليك ميرمر مسموع عندك. طيب ايه الكومبليكيشن بتاعته؟ الكومبليكيشن بتاعته هي نفس الكومبليكيشن بتاعه اي ليفت تو رايت سايد شنط. اول حاجه رايت سايد الهارت فيدر، ده شيء طبيعي جدا لانك انت حطيت لود عنيف جدا على رايت سايد. ليه؟ لان خلي بالك الرايت سايد او رايت فنتركل بدل ما كانت وظيفته ان هو يبش بس الدم اللي جاي له من رايت اتريم، دلوقتي هو بيبش الدم اللي جاي له من رايت اتريم عن طريق فينس ريتيرن، وبيبش كمان الدم اللي جاي له من الليفت فنتركل. فساعتها الرايت فنتركل مسؤول ان هو يضخ كميه دم كبيره جدا جايه له من هنا وجايه له من هنا. على اللونج تيرم الرايت فنتركل مش متعود على الكلام ده، الرايت فنتركل اساسا الوول بتاعه رفيع فيبتدي يدخل منك في رايت سايد الهارت فيدر. المشكله الثانيه ودي لسه هنتكلم عليها بعد شويه. المشكله الثانيه يا بي حاجه اسمها ايزنمنجر سيندروم. ايزنمنجر سيندروم انك انت ابتديت تودي للانج كميه دم كبيره جدا، وده برضه بيحصل في اي شنط موجوده من الناحيه الشمال للناحيه اليمين. الدم اللانج المفروض يجي لها بس الدم بتاع الفينوس ريتيرن، فقط الدم اللي بيجي عن طريق السوبير والانفير فينا كيفا اللي بيصبه في الرايت اترم ويصبه في الرايت فنتركل وبعد كده يروح للانج، المفروض ده بس كميه الدم اللي بتروح للانج. تمام، اللي بيحصل بعد شويه ان دلوقتي الدم اللي رايح للانج اكتر بكتير جدا من الدم المفروض يجي لها. ليه؟ لان دلوقتي جاي لها اتنين دم، جاي لها الدم بتاع الفينس ريتيرن وجاي لها الدم اللي جاي لها عن طريق الشنط، فالدم اللي رايح للانج رايح بكميه كبيره قوي، فتبتدي الريزيستنس في البلمونري فاسكليتشر تزيد، فيبتدي يحصل عندك حاجه اسمها بلمونري هايبرتنشن. تمام، الضغط جوه اللانج يزيد جدا، فتيجي دلوقتي لما الضغط جوه اللانج يزيد جدا الرايت فنتريكل دلوقتي المفروض يضخ الدم اللي جواه لللانج. تمام، لما يجي يضخ الدم اللي جواه لللانج هيلاقي صعوبه في ضخ الدم لللانج لان الضغط اللي جوه اللانج زاد، فهيلاقي ساعتها اسهل له انه يضخ الدم ناحيه الليفت فنتركل، وده ساعتها بيحصل حاجه اسمها ريفرزل اوف ذا شنت.
تمام. يعني ايه ريفرزال اوف ذا شنت؟ يعني المشكله في الاساس كانت مبتديه من الليفت للرايت، لكن الضغط لما زاد قوي في المكان ده ساعتها الشنط اتعكست، ابتدى الدم يتحرك من الناحيه اليمين للناحيه الشمال، وده حاجه اسمها ايزنمنجر سيندروم. ايزنمنجر سيندروم ساعتها بيبتدي اكتر حاجه بتميزه في الولد، اولا الميرمر اللي كان موجود نتيجه الديفكت مثلا بتاع الفيس دي خلاص ما عادش موجود، تمام، لان الدم بطل يتحرك من الشمال لليمين. الحاجه الثانيه ان يبتدي يظهر عليه سيانوزس عنيفه، تمام. تلاقي الولد اللي طول عمره معروف انه عنده في اس دي عمره في حياته ما بقى ساينوتيك في اللحظه دي، بس دي اللحظه الوحيده اللي بيبقى فيها ساينوتيك. طب ليه بيبقى فيها ساينوتيك؟ لانك انت لما عكست الشنط، لما ابتديت تحرك الدم من الناحيه اليمين للناحيه الشمال، الدم الموجود في الناحيه اليمين ده الان اوكسجينيتد بلاد اللي جاي عن طريق الفينس ريتير، فابتديت ترميه على السيستميك سيركيليشن، هو دم اساسا ان اوكسجينيتد، فيبتدي الولد جسمه كله يزرق ويبتدي يحصل عنده كلابنج زي ما هنتكلم بعد شويه. طيب الاي اس دي موضوع مهم جدا، ركز معايا فيه. الاي اس دي هو واحد من اشهر الكونجنيتال هارت ديفكت اللي بتشاف في الكبار، واحد من اشهر الكونجنيتال هارت ديفكت اللي بيتشاف في الكبار. اوريكم الصوره بتاعته. لا ده مش ده. طيب الاي اس دي يا بيه هو عباره عن ايه؟ الاي اس دي هو عباره عن ديفكت في السيبتم الموجود ما بين التو اتريوم. طب ثواني، احنا ليه قلنا هو واحد من اشهر الحاجات اللي بتتشاف في الاضل؟ الاي اس دي اعراضه بتتاخر شويه، مش زي الفي اس دي، الفي اس دي بيظهر بدري بدري، عشان كده الفي اس دي من ايام ما الطفل ما كان صغير بيتشخص من ساعتها، تمام؟ الاي اس دي مشكله، الاي اس دي اول الميرمر بتاعه ضعيف جدا، فانت لو حطيت سماعتك على عيان حتى لو كان اي اس دي ممكن بسهوله يبقى مسد منك. الحاجه الثانيه المانيفستيشن بتاعته بتتاخر بصوره عنيفه. طيب انواع الاي اس دي في منه نوعين، لكن في منه نوع اشهر بكتير جدا من النوع الثاني. ايه النوع النوعين بتوعه؟ لو انت تفتكر حاجه كده ايام الامبريولوجي، ان كان عندك حاجه ايام الامبريولوجي سيبتم بينزل من فوق لتحت اسمه سيبتم برايمم، تمام، وسيبتم بيطلع من تحت لفوق سيبتم سكندم، تمام. لو الديفكت موجود في السيبتم برايمم ده سيبتم برايمم اي اس دي، لو ديفكت موجود في السبتم سكندم ده سبتم سكندم اي اس دي. موست كومنلي بتبقى ديفكت في السبتم سكندم، هو اشهر بكتير جدا 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 من السبتم برايمم، غالبيه الحالات بتبقى عندها سبتم سكندم. طيب ايه مشكله العيان ده بيه؟ نفس الكلام بالظبط اللي احنا قلناه على الفي اس دي، الدم بيبتدي يتحرك لك من الليفت سايد للرايت سايد، يتحرك من الليفت اتريوم للرايت اتريوم لان الضغط هنا اعلى من الضغط هنا، تمام. فيبتدي الرايت اتريوم هيجي له كميه دم اعلى من المتعود عليها، فيبتدي الرايت فنتركل يجي له دم اكتر من المتعود عليها، فيبتدي بالتدريج يدخل في رايت فنتركلر هايبرتيفي وفيلير. النقطة اللي بعد كده، خلي بالك في نقط كده اكتبها على جنب لازم ما تنساهاش خالص عن الاي اس دي. واحد، هو من اشهر الحاجات اللي بتشاف في الاضل. اتنين، مشهور جدا جدا بحاجتين في منتهى الاهمية اوعى تنساهم، الكمينتين دول فيري كاركترستيك للاي اس دي. واحد، رايت باند برانش بلوك. اتنين، فيكسد سبليتنج لاس 2. فيكسد سبليتنج لاس 2 ده كي وورد للاي اس دي، ده كي وورد للاي اس دي، تمام. لما تلاقي اي كيس سيناريو فيها كلمه فيكس سبليتنج لاس 2 ده على طول ايكوال اي اس دي. طب بالراحه ممكن نفهمه مع بعض، يعني هم فهموه مش مهم قوي بس ممكن نفهمه مع بعض. اولا ليه بيبقى الولد ده مشهور جدا برايت باند برانش بلوك؟ معظم الناس اللي عندهم اي اس دي بيبقى عندهم رايت باند برانش بلوك لان بكذا ميكانيزم على فكره، بس من اشهرهم لان على اللونج تيرم بيبتدي يحصل عنده رايت فنتريكولار هايبرتيفي، فبيبتدي يدخل منك اي حاجه بتعمل رايت فنتريكولار هايبرتيفي تبتدي تعمل لك رايت باند برانش بلوك. ده نقطه. النقطه الثانيه، ليه الولد عنده فيكسد splitting ل S2؟ طيب دي حاجة هنفهمها لسه قدام شوية لما نشرح S1 و S2. S2 هو الكلوجر بتاع الأورتيك والبلمونري فالف. أنت عندك S1 و S2، S1 ده كلوجر بتاع الميترال والترايكاسبيد، الميترال والترايكاسبيد المفروض بيقفلوا مع بعض ده اسمه S1، الأورتيك والبلمونري المفروض بيقفلوا مع بعض وده اسمه S2، تمام؟ طيب إيه اللي بيحصل يا بيه؟ اللي بيحصل في الطبيعي انك انت لما بتيجي تاخد انسبيريشن بيحصل سبليتنج لاس 2. يعني ايه بيحصل سبليتنج لاس 2؟ المفروض ان الاورتيك والبلمونري يقفلوا مع بعض، تمام. اللي بيحصل لما تيجي انت تاخد انسبيريشن، مع الانسبيريشن بيزيد النيجاتيف انتراثوراسيك بريشر،
فيزيد الفينوس ريتيرن، تمام؟ لما يزيد الفينوس ريتيرن اللي داخل الرايت اتريوم ثم داخل الرايت فينتركل، يروح البلمونر فالف يتاخر شويه في القفله بتاعته. طب ليه بيتاخر شويه في القفله بتاعته؟ لان هو البلمونر فالف مش هيقفل دول لما كل الدم الموجود في الرايت فينتركل ما يروح لللنج. فانت دلوقتي لما اخذت نفس، الدم اللي رايح للرايت فينتركل زاد، فبالتالي الفالف ده هيتاخر في القفل شويه، فيحصل حاجه اسمها سبليتنج، تمام؟ ده في الطبيعي. طيب ليه الاي اس دي عنده سبليتنج؟ الاي اس دي عنده سبليتنج لنفس السبب بس بطريقه مختلفه. الاي اس دي يا بيه، انت دلوقتي في دم على طول جاي من من الليفت اتريوم للرايت اتريوم، صح؟ ده سبب ان البريشر هنا اعلى من البريشر هنا. الدم اللي جاي فيه كونتينوس فلو اوف ذا بلاد من الليفت للرايت سايد ومن الرايت اتريوم للرايت فينتريكل، فيحصل ديلي للكلوجر بتاع البلمونري فالف، تمام؟ البلمونري فالف هيتقفل متاخر، فبالتالي هيحصل لك عندك سبليتنج، تمام؟ سبليتنج ليتس تو، ده رقم واحد. هو ليه بيحصل سبليتنج؟ رقم اتنين، يعني ايه فيكسد؟ فيكسد يعني ملهاش علاقه بالانسبيريشن، تمام؟ ليه ملهاش علاقه بالانسبيريشن؟ لان الميكانيزم اللي حصل هنا ملوش علاقه بالانسبيريشن، ده ليه علاقه بالكونتينوس بلاد فلو اللي جاي من الليفت للرايت سايد، وعشان كده اسمه فيكسد سبليتنج اس 2. فيكسد سبليتنج اس 2. تاني ليه حصل سبليتنج؟ حصل سبليتنج لان حصل ديلي للكلوجر بتاع البلمونري فالف بتاع بسبب الكونتينوس بلاد فلو. ليه اسمه فيكسد؟ فيكسد لانه مش متغير. هو طب هو المفروض بيتغير مع ايه؟ المفروض بيتغير مع الانسبيريشن. هل هنا بيتغير مع الانسبيريشن؟ لا، هنا ما بيتغيرش مع الانسبيريشن لانه مش ريليتد للانسبيريشن اساسا، تمام؟ هو ما ريليتد ليه؟ للكونتينوس بلاد فلو اللي جاي من الليفت للرايت سايد، تمام؟ فيكسد سبليتنج اس 2 في اي كيس سيناريو ايكوال اي اس دي. دي اعتبرها كي وورد للاي اس دي. طيب علاجه ايه؟ في المعتاد لما بيبتدي الشخص ده بيشتكي بيبقى واصل لمرحله انه لازم يدخل الجراحه، تمام؟ الاي اس دي بيقعد فتره كبيره جدا من حياته ما بيشتكيش، ففي اللحظه اللي بيشتكي فيها في المعتاد بيكون حصل ابتدى يحصل هايبرتفي وابتدى يحصل وممكن يكون اتاخر جدا لدرجه انه ابتدى يدخل في رايت سايد هارت فيدر. الناس دول في المعتاد بيحتاجوا على طول انه يدخل منك جراحه. طيب ايه الانفستيجيشن اوف تشويس بتاعه؟ الاي اس دي ممكن تشوفه بالترانس ثوراسيك ايكو، ده لو واحد عنده اكسبيرينس كويسه، لكن لو اكسبيرينس ضعيفه شويه الانفستيجيشن اوف تشويس بتاعه احسن ايكو بتشوفه بيه هو ترانس اسوفجيال ايكو. طيب ده الاي اس دي، موضوع مهم جدا على فكره. الاي اس دي تاني هو عباره عن نوعين، هو عباره عن سيبتم بريميوم وسيبتم سكندم او اوستيوم بريميوم او اوستيوم سكندم. الاوستيوم بريميوم دي فاتحه بتبقى في السيبتم بريميوم، والاوستيوم سكندم بتبقى فاتحه في اوستيوم سكندم، ودي موست كومنلي غالبيه الحالات اوستيوم سكندم. يبقى تاني اكتب لي على جنب، واحد هو اشهر، واحد من اشهر اسباب كونجنتال هارت ديزيز، اثنين غالبيه الحالات اوستيوم سكندم، ثلاثه رايت باندل برانش بلوك، اربعه فيكسد سبليتنج ليست تو، ده حاجه مميزه جدا جدا ليه، خمسه اي اف. دول اهم المعلومات اللي لازم تبقى عارفها، وستة ترانس اسوفجيال ايكو، تمام؟ دي اهم المعلومات ما ينفعش خالص تنساها عن الاي اس دي. طيب الترانس اسوفجيال ايكو هو الانفستيجيشن اوف تشويس وعلاجه جراحه. خلي بالك برضو في جزء مش قليل نتيجه الاستراكشر هارت ديفكت الموجود في السبتم ما بين التو اتريوم بيدخلوا في اترا فايبريشن. اترا فايبريشن از نوت انكومن في العيانين دول، تمام؟ ليه؟ لانك انت عندك استراكشر هارت ديفكت في الاتريوم، تمام؟ نتيجه ستراكشر هارت ديفكت موجود في الاتريوم بسهوله جدا ممكن يدخل منك في اترا فايبرديشن. في هنا بس هو حته هنا قايلها لك ان هو لو طبعا العيال دول يفضل انك انت لو خلاص قررت انك انت تدخلهم عمليه ابقى اعمل لهم قبل عمليه الكتروفيسيولوجيكال ستادي، بحيث ان هو لو بالمر عنده اي مشكله في الكوندكشن سيستم، عنده اترا فايبرديشن، حاول انك انت تصلحها بالراديو فريكوانسي. طيب انك انت تدخله قسطره وتحرقها. طيب ايزنمنجر سندروم لسه هنتكلم عليه بعد شويه. هو بس الهنت اللي هو قايله هنا بس ان هو ايزنمنجر سندروم على فكره من اكثر الستات اللي ما ينفعش تحمل، تمام؟ هي هنت كده على جنب. في حاجات كتير جدا في الكارديولوجي الستات ما ينفعش تحمل معاهم، اكتر حاجه بتموت في الكارديو لو ست حملت عليها البلمونر هايبرتنشن، تمام؟ البلمونري هايبرتنشن الفيتال ريت فيها رهيب جدا. ايزنمنجر سندروم ده عيان وصل لمراحل البلمونر هايبرتنشن، تمام؟ سكندري للشنط الموجوده، تمام؟ لو الست دي حملت المورتاليتي ريت فيها بتوصل 40%، وده في الدول الغربيه اللي الست بتتابع ومش عارف ايه والفولو اب كويس ومستشفيات كويسه ومش عارف ايه. هنا لا، هنا النسبه بتوصل 80 و90%، تمام؟ اكتر واحده ما ينفعش تحمل في الكارديو فاسكولار ميديسن الستات اللي عندهم بالمونري هايبرتنشن. طيب بعد كده مصطلح اسمه
لوتي ما بخشر سندروم. لوتي ما بخشر سندروم اختصارته هو السطر المكتوب ده. ده عيان عنده congenital mitral stenosis و ASD، تمام، عنده مشكلتين mitral stenosis و ASD، شكرا، بس دي المعلومة الوحيدة المطلوبة فيه. هنا بس معلومه قايل لك، لو ست جايه لك بريجننت بالبيتيشن عندها انكمليت رايت باندد وفيكسد سبليتنج اس 2، تمام، على طول ده غالبا اي اس دي. هل احنا عرفناها لانها بريجننت وبالبيتيشن؟ لا طبعا، بريجننت بالبيتيشن ده ليه ديفرنشال دايجنوز كتير جدا. امال احنا عرفنا ازاي ان ده اس دي؟ عن طريق رايت باند برانش بلوك مع فيكسد سبليتنج اس 2. فيكسد سبليتنج اس 2 دي بالذات اول ما تشوفها اي اس دي. طب ليه بي قلنا اوستيوم سكندم؟ ليه ما قلناش اوستيوم برايمم؟ لان اوستيوم سكندم ماتش 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 مور كومن عن اوستيوم برايمم، تمام؟ فهو هو طبعا ممكن تطلع اوستيوم برايمم، بس هو الفكره ان اوستيوم سكندم هو المور كومن عن اوستيوم برايمم. على طول الست دي المفروض تعمل لها ايكو بعد ما هي تخلف، تبقى تدخلها جراحه، اكيد مش هتعرف تدخلها جراحه هي وحامل. طيب بيتنت فورامين اوفال، فورامين اوفال يا بيه هي نفس الكلام. فورامين اوفال هي عبارة عن الشنطة التانية الموجودة في الفيتال سيركيليشن. الفيتال سيركيليشن فيه ثلاث شنطات، شنط سيبنا منها لأنها بره الكارديو فاسكولار سيستم أساسا، وشنطين جوه الكارديو فاسكولار سيستم، تمام؟ الشنطين الموجودين جوه الكارديو فاسكولار سيستم أيام الفيتال سيركيليشن، أيام الإمبريولوجي، هي الفورامين أوفال، تمام؟ الفورامين أوفال والدكتس ارتريوز. المفروض ان الفورامين اوفال والدكتس ارتريوز الاثنين بيقفلوا بعد الولاده. اللي بيحصل الفورامين اوفال ده، ده عشان السيركيليشن بتاعت الامبريولوجي. لو انت تفتكر معايا الكلام ده، ان الدم كان بيجي جاي عن طريق الامبليكال فين، ومن الامبليكال فين كان بيدخل انفير فينا كيفا، ومن انفير فينا كيفا كان بيدخل الرايت اتريوم، تمام، وبعد ما يدخل الرايت اتريوم كان بيعدي عن طريق الشنط دي عشان يدخل الليفت سايد، ويطلع من الليفت سايد يدخل اورطة ويدخل السيستميك سيركيليشن، لان الاكسجينيتد بلاد في الفيتس جاي عن طريق الامبليكال فين وليس الامبليكال ارتري، تمام. اللي بيحصل انك انت المفروض اول ما بتتولد مع اول نفس انت بتاخده، تمام، الضغط جوه اللنج بيزيد جدا، تمام. فاول ما الضغط جوه اللنج ما بيزيد جدا، اول ما انت اسف الضغط جوه اللنج بيقل، اسف هيتعكس معايا، الضغط جوه اللنج بيقل، تمام. فاول ما الضغط جوه اللنج ما بيقل، المفروض ان الدم يبتدي يدخل على الرايت فينتريكل، ومن الرايت فينتريكل يروح على اللنج. طب امال هو ليه ما كانش بيعمل كده في الفيتس هو لسه قبل ما يتولد؟ لان الفيتس قبل ما يتولد الريزيستنس الموجوده جوه اللنج عاليه جدا جدا جدا، تمام. فالدم اللي جاي عن طريق الامبريكال فين اللي دخل الرايت اتريوم بيبقى اسهل له ان يعدي عن طريق الشنط دي ويدخل الليفت سايد ويدخل الاورطه، عن انه يعدي ويدخل ناحيه الرايت فينتريكل. الضغط هنا عالي جدا. اول ما بيتولد البيبي مع اول نفس الضغط جوه اللنج بيقل جدا، فيبتدي الدم يتوجه من الرايت اتريوم للرايت فينتريكل ويدخل من الرايت فينتريكل على اللنج، تمام. في اللحظه دي المفروض ان الشنط دي تقفل، الفورامين اوفال الموجوده تقفل، لان خلاص انت مش محتاجها، تمام. انت كنت محتاجها بس بسبب الريزنسنس العاليه الموجوده في اللنج، تمام. مع اول نفس المفروض دي على طول بتقفل وبتتساب الريمينانت بتاعتها في الاضل، بيبقى اسمها فوسا اوفالس. طيب لو ما قفلتش يا بيه، لو ما قفلتش بتبقى اسمها بيتنت فورامين اوفال. بيتنت فورامين اوفال هل ليها اي كومبليكيشن؟ نادر جدا. هل ليها اي مانيفيستيشن؟ نادر جدا. هل ليها اي سيمتوماتولوجي؟ نادر جدا، تمام. الغالبيه العظمى من الناس اللي عندهم بيتنت اوفال بيعيشوا بيها من غير ما يحسوا اي اعراض، تمام. مشكلتها في ايه؟ مشكلتها في حاجه واحده بس، حاجه اسمها بارادوكسيكال امبولايزيشن. ركز معايا لانها مهمه جدا، تمام. بارادوكسيكال امبولايزيشن يعني ايه يا بيه؟ دلوقتي لو عيان عنده دي في تي وحته من الدي في تي اتكسرت، المفروض الحته اللي اتكسرت من الدي في تي بتطلع على اللنج بتاعته. اول ما تطلع اللنج بتاعته تعمله بالمونري امبوليزم، صح، لان ده المسار الطبيعي. المسار الطبيعي للفيناس ريتيرن اللي جاي من رجلين العيان يجي على الرايت اتريوم، ومن الرايت اتريوم يجي على الرايت فينتريكل، ومن الرايت فينتريكل يطلع على اللنج. فلو في امبولس في الطريق ده يقفل فاسكليتشر في اللنج ويدخل في بالمونري امبوليزم، ده المسار الطبيعي. ايه اللي بيحصل في العيانين دول؟ اللي بيحصل في العيانين دول، العيان ده لو عنده دي في تي في رجليه مع الفيناس ريتيرن رجع على الرايت اتريوم، تمام، قدامه طريقين مفتوحين. ممكن يكمل ويدخل على الرايت فينتريكل ويدخل على اللنج يعمل لك بالمونري امبوليزم، وممكن يعدي عن طريق الفورامين اوفال ويدخل الليفت سايد، ومن الليفت سايد الليفت اتريوم على الليفت فينتريكل، ومن الليفت فينتريكل على الاورطه، وانت وحظك يطلع على دماغ العيان يعمل ستروك، على ايد العيان اكيوت ليمب اسكيميا، على رجل العيان اكيوت ليمب اسكيميا، على بطن العيان اكيوت ميزندريك اسكيميا، وهكذا، تمام.
كيسه مشهوره جدا وهتقابلوها كتير جدا في بنوك الاسئله، تمام؟ عيان عنده دي في تي جاي لك بستروك، عيان عنده دي في تي جاي لك بستروك، تمام؟ اولا هل ممكن الاثنين يحصلوا مع بعض؟ اه طبعا ممكن الاثنين ما يحصلوا مع بعض، اه قليل بس ممكن. زي عيانين عندهم هايبر كوجنيتيف ستيتس، مين اشهر عيان خدناه قبل كده عدى علينا عنده هايبر كوجنيتيف ستيتس؟ عدى علينا في شابتر الروماتولوجي، العيانين بتوع الانتي فوسفوليبيد سندروم، العيان بتاع الانتي فوسفوليبيد سندروم اللي خدناها في الكيسه، فاكرين اللي عدت علينا في الباس ميدسن لما كانت واحده حامل وعندها انتي فوسفوليبيد والست عندها ستروك ودي في تي، وقال لك ايه السبب؟ نتيجه انتي فوسفوليبيد. اصل الانتي فوسفوليبيد يعمل لك جلطات في الاثنين، يعمل لك جلطات في الفينا سيستم ويعمل لك جلطات في الارتيريا سيستم، تمام؟ لكن لو عيان ما عندوش هايبر كوجنبل ستيتس، العيان عنده دي في تي وحته من الدي في تي اتكسرت، كنت انت تتوقع انها لو اتكسرت ما فيش مكان تروحه غير اللنج؟ اصل هي هتمشي في الفينا سيستم، هتمشي لغايه ما توصل للرايت ايتر، من الرايت ايتر من الرايت فنتركل، ومن الرايت فنتركل لللنج، تمام؟ ازاي وصلت السيستميك سيركيديشن؟ مالهاش حل غير ان في فتحه هنا. ايه انواع الفتحات اللي هنا؟ نوعين، عندك نوعين من الفتحات يا بيه، لان بيتن فورامن اوفال لما اي اس دي، ما هو الاثنين فتح هنا، البيتن فورامن اوفال والاي اس دي هو عباره عن ديفكت في السيرتم، تمام؟ مين المور كومن؟ الفورامن اوفال، الفورامن اوفال ماتش 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 مور كومن انها تبقى مسؤوله عن حاجه زي كده، تمام؟ انها تعدي عن طريق الفورامن اوفال اسهل بكتير جدا انها تعدي عن طريق الاي اس دي، هي ممكن تكون عدت عن طريق الاي اس دي لو في فتحه في السيرتم الموجود سواء الاوسيام برايم او اوسيام سكندم، في الحالتين ممكن تعدي الناحيه الثانيه وتوصل سيستميك سيركيديشن، لكن ماتش مور كومن انها تعدي عن طريق فورامن اوفال. طيب الحاجه الثانيه السيجنيفيكانس الثانيه اللي هو كاتبها لك ليه فرمن اوفال، ان هو يعني بعض الاستاديز بتربط ما بين فرمن اوفال وما بين المايجرين، انه بيقولوا الناس اللي عندهم فرمن اوفال بيبقى عندهم ريسك اكتر ان يجي لهم مايجرين، تمام؟ يبقى تاني البيتن فرمن اوفال موجوده طبيعي، موجوده في 20% من البوبيليشن، ولا عمرك في حياتك ما تشوف عيان بيشتكي من فرم اوفال خالص، تمام؟ شوف رغم ان نسبتها عاليه 20% من البوبيليشن، يعني كل خمسه بيمشوا في شارع في واحد عنده بيتن فرم اوفال، لكن عمرها ما بتعمل اعراض خالص غير اي اس دي. الاي اس دي على اللونج تيرم بيبتدي يعمل اعراض للشخص، تمام؟ الفرم اوفال مشكلتها الوحيده هو موضوع البارادوكسيكال امبولايزيشن، واكتب جنبها مهمه. البارادوكسيكال امبولايزيشن ان الجلطه تبتدي تعدي من الناحيه اليمين للناحيه الشمال، المفروض انها ابتدت بدي في تي، كان مستحيل توصل للسيستميك سيركيديشن الا لو في فتحه. Most commonly انها تكون عن طريق الفورامن اوفال، تمام؟ ايه الانفستيجيشن اوف شويس؟ ترانس اسوفجيال ايكو، زيها بالظبط زي الاي اس دي، لان الاثنين ديفكت في نفس المكان اوفر اول، الاثنين ديفكت موجودين ما بين التو اتريوم، تمام؟ ففي الاثنين ترانس الانفستيجيشن اوف شويس انك انت تشوفهم بيهم هو ترانس اسوفجيال ايكو. في طريقه بديله شويه ترانس راسك ايكو ويز كونتراست، دي بس تستعملها لو انت يعني مش متوفر تحت ايديك التي تي، طبعا افضل بكتير جدا من موضوع انك انت تدي بابل ومش بابل وحاجات زي كده. طيب بارادوكسيكال امبولايزيشن دي اللي احنا دي اللي انا قلت لك عليها، لو انت الجلطه ابتدت بالدي في تي ووصلت وعملت العيان ستروك، شك على طول العيان ده عنده حاجه من الاثنين، لا اما بيتن فورامن اوفال لا اما اي اس دي. ايه المور كومن؟ هو البيتن فورامن اوفال ماتش مور كومن عن اي اس دي، ونكسب على طول تعمل عيان ترانس اسوفجيال ايكو. ايزنمنجر سندروم شرحناه، ايزنمنجر سندروم خلي بالك انت مشكلتك بتبتدي بشنط موجوده ما بين الليفت للرايت سايد، تمام؟ اللي بيحصل انك انت بتدي دم كتير جدا للرايت سايد، الدم الواصل لللنج بيزيد كميته كبيره، على اللونج تيرم هتبتدي اللنج تزود الريزيستنس الموجوده في الفيسل اللي جواها. طب ليه اللنج بتعمل كده؟ اللنج بتعمل كده كنوع من البروتكشن لنفسها، الدم اللي واصل لها اكتر من طاقتها، فاهمني؟ في الاول بتستحمل بعد كده مش قادر، فيبتدي الريزيستنس جوه البلمونري فاسكولشر تزيد جدا. اول ما الريزيستنس تبتدي تزيد يبتدي يحصل للعيان بلمونري هايبرتنشن، تمام؟ اول ما بيحصل بلمونري هايبرتنشن ساعتها الدم بيبقى اسهل له جدا انه يعدي لو افترضنا ان الديفكت هنا، ساعتها الدم بيبقى اسهل له انه يعدي عن طريق الشنط دي للناحيه الشمال اسهل من انه يروح لللنج، تمام؟ ويحصل ريفرزل للشنط. طب ايه يا بي اللي بيميز العيان ده؟ حاجتين، ساينوزس وكلابينج، تمام؟ عيان طول عمره معروف ان هو عنده في اس دي، عيان طول عمره معروف انه عنده شنط، تمام؟ لكن عمره في حياته ما زرق، اول ما يزرق ويحصل كلابينج ده على طول اعرف ان الشنط اتعكست، تمام؟ وساعتها بتبتدي تعد العيان ايام الباقيه له. ايزنمنجر سندروم المورتاليتي ريت فيه مش قليله، تمام؟ خلاص ده بيبقى الاند ستيج، وساعتها للاسف حتى ساعتها العيان ده حتى العمليات انك انت تفكر انك تدخله جراحه مثلا تسدله الفي اس دي او تسدله الاي اس دي مش هيستفيد منها بصوره كبيره، تمام؟ لان الريزيستنس العادي قوي في البلمونري فاسكليشر في المعتاد ما بترجعش مره ثانيه.
طيب زي ما قلت لك، الولد ده القصه المعتاده بتاعته، هو ولد معروف ان عنده في اس دي او عنده اي اس دي او عنده بي دي اي، الثلاثه دول بتعمل لك شنط من الليفت للرايت سايد، تمام؟ سواء كانت على مستوى الاتريوم، سواء كانت على مستوى الفنتركل، سواء كانت على مستوى الميجور فيسل، تمام؟ اللي هو ما بين الاورطه والبلمونر ترانك. زي ما بقول لك، هو انت طول عمرك عارف ان في شنط وعارف ان في مرمر موجود، اول ما يبتدي يظهر ساينوزس وكلابنج اعرف على طول ان الشنط اتعكست. طب ليه بي ليه ظهر ساينوزس؟ ظهر ساينوزس لان الدم ابتدى يتحرك من الناحيه اليمين للناحيه الشمال. الدم الموجود في الناحيه اليمين ده دم الفينس ريتيرن، الاكسجينيشن فيه في الارض، فابتدى يحصل ميكس، فنسبه الاكسجينيشن البي اوكسجين ساتوريشن ابتدوا يقلوا جدا في دم العيان، فيبتدي العيان يدخل منك في ساينوزس. طيب الفيتشرز بتاعته زي ما قلنا، الميرمر بيختفي، يبتدي يظهر ساينوزس وكلابنج، طبعا بيبقى غالبا دخل في رايت سايد هارت فيدر، ده بيبقى نتيجه اللونج تيرم اللي العيان فيه، تمام؟ خلي بالك ان اساسا الرايت سايد هارت فيدر ده بيحصل في المعتاد قبل مرحله الايزنمنجر سيندروم. هيموبتيزيس ده برضه بيحصل قبل مرحله ايزنمنجر سيندروم، ده بيحصل نتيجه الكونجيشن العنيفه الموجوده في اللنج، يعني هو الدم اللي رايح اللنج كتير جدا بيعمل لها كونجيشن، فممكن يدخل العيان في هيموبتيزيس، بالتدريج يبتدي العيان يدخل في رايت سايد هارت فيدر، لغايه ما في الاخر خالص هي اخر خطوه بتحصل ان الشنطه تتعكس ويبتدي العيان يدخل منك في ايزنمنجر سيندروم، تمام؟ المانجمنت هارت لنج ترانسبلانتيشن، دي الجراحه الوحيده اللي ممكن تعملها للعيد ده، تمام؟ ليه؟ هتقول لي ادخل العيد ده اقفل له بي دي فاشله، اقفل له في اس دي فاشله، اقفل له اس دي فاشله، مالهاش اي 30 لازمه. ليه؟ لان خلاص اللنج الريزيستنس فيه عاليه جدا، فاهمني؟ فانت مهما دخلته جراحه مش هيستفيد حاجه من الجراحه، الا لو انت دخلته جراحه غيرت له قلبه وغيرت له اللنج، ساعتها زرع له لنج جديده بالريزيستنس معقوله، فاهمين انا اقصد ايه؟ لكن انك انت تيجي تصلح الديفكت خلاص عدى الاوان، عدى الاوان، ايزنمنجر سيندروم خلاص ما يدخلش جراحه، ما يدخلش جراحه لتصليح ديفكت خلاص. طيب العيال بتوع فالوت اوف تترولوجي بيبقى عندهم في اس دي بس ما بيدخلوش في ايزنمنجر سيندروم، ثواني بس اجلها لي هتفهمها معايا بعد شويه. دي ليه ما بيحصل لهمش ايزنمنجر سيندروم؟ فالوت اوف تترولوجي قصه مختلفه فيه خالص. طيب في حته هنا، في هنا هنت حلو مكتوب، في سؤال في الباس تيست، ركز معايا فيه. دلوقتي احنا قلنا ان البي دي اي او بيتا داكتس ارتريوزس هو عباره عن الشنط الموجوده ما بين الاورطه وما بين البلمونر ترانك ما قفلتش. فانت عندك شنط الدم بيتحرك من الاورطه وبيتحرك للبلمونر ارتري، تمام؟ على اللونج تيرم ممكن يحصل رايت فنتركا هايبرتيفي، بلمونر هايبرتنشن، الشنط تتعكس فيبتدي الدم يتحرك من البلمونري يتحرك للاورطه يتعكس، فالان اوكسجينيت الدم اللي هنا يدخل على اوكسجينيت الدم اللي هنا، فيبتدي الولد يظهر عليه ساينوزس وكلابينج. طيب في معلومه هو كاتبها لك، حاجه بس بتحصل فقط في البيتا اندكتر ارتريوز، الكلام ده كله الكلام اللي احنا قلناه بيحصل في البيتا اندكتر ارتريوزس وبيحصل في اي اس دي وبيحصل في في اس دي، تمام؟ في حاجه بس بتحصل بس في البيتا اندكتر ارتريوز، وهي ايه؟ في البيتا اندكتر ارتريوزس يا بي الساينوزس والكلابينج لما بيحصلوا بيحصلوا فقط في اللور ليمب، ما يحصلوش في الابر ليمب. ليه؟ بالراحه. البيتا اندكتس ارتريوزس هي عباره عن شنط موجوده ما بين الاورطه وما بين البلمونري ديستال للفيسل دي، ديستال للسبكليفيان ارتري، ديستال للفيسل دي، تمام؟ ايه اللي حصل يا بيه؟ الشرايين اللي بتطلع اللي بتدي ايدين ورجلين اللي بتدي ايدين العيان طلعت قبل الشنط، تمام؟ فالشرايين اللي بتدي ايديه اوكسجينيتد بلاد، لكن الشنط ده حصلت فين؟ حصلت بعد ما الدم اللي رايح للايدين طلع، فاهمين انا اقصد ايه؟ فالدم اللي واصل لايدين العيان اوكسجينيتد 100%، لكن الشنط موجوده هنا، تمام؟ فالدم اللي نازل في الديسندنج اورطه بعدين اللي نازل ومكمل على رجلين العيان هو ده اللي حصل في الميكس، فاهمين انا اقصد ايه؟ فاهمين الحته دي؟ تاني انت دلوقتي الشنط دي موجوده هنا، الشنط دي موجوده هنا، تمام؟ ديستال للفيسل اللي بتغذي ايدين العيان، تمام؟ الدم اللي رايح للايدين العيان خلاص طلع، خلاص طلع، فاهمني؟ فالدم اللي طالع رايح لايدين العيان اوكسجينيتد بلاد جاي من الاورطه، جاي من الليفت سايد اوف ذا هارت، الليفت سايد اوف ذا هارت الاورطه للشرايين الكبيره، تمام؟ فخلاص الدم اللي رايح لمخه والدم اللي رايح لدراعاته سليم. الشنط هنا يا بيه، فهنا اللي حصل الميكس، فمين اللي هيتاثر؟ الديسندنج اورطه اللي هيكمل بعدين على رجليه. ففي الحياه دي العيد ده الساينوزس هيظهر فين؟ الساينوزس والكلابنج هيظهر في رجليه، ما يظهرش في ايديه.
ده عكس ده طبعا، الكلام ده مش موجود لا في الفي اس دي ولا في الاي اس دي. الفي اس دي والاي اس دي السينوزو كرابنج بيبقى موجود في كل مكان، تمام. يبقى تاني الحته دي لو حصل ريفيرس شنت نتيجه بي دي اي والعين دخل في ايزنمنجر سندروم نتيجه بي دي اي، الرايت ليفت شنت فروم ذا بالمونر ارتري اورتا جاست ذس الليفت سب كليفيان ارتري، تمام. فبالتالي هيحصل ساينوزس في اللور ليمب وكلابنج في صوابع رجلي، لكن ايديه سليمه. مين اللي هيضرب؟ صوابع رجلي. الكلام ده قلناه قبل كده فين؟ نفس الكلام هو بس ما كانش ساينوزس وكلابنج، كان هايبرتنشن ويل ديفلوبمنت وقصادها هايبوتنشن واندر ديفلوبمنت. قلناه فين الكلام ده قبل كده؟ نفس الكلام، كان الدم اللي رايح للايدين زي الفل والدم اللي رايح للرجلين قليل جدا، عشان كده الضغط عالي وبلس حلو في الايدين والضغط ضعيف وبلس قليل في الرجلين. يا دكاترة، طيب الناس اللي مش بتذاكر كوركتيشن اوف اورت، كوركتيشن اوف اورت، فاكرين كوركتيشن اوف اورت لما كان في ستينوزس في الاورت، تمام. لما كان نفس الكلام بس بدل ما هي شنط كانت ستينوزس، فاكرين لما كان في ستينوزس في الحتة دي، ستينوزس في الحتة دي، تمام. وقلنا ساعتها ان الدم اللي رايح لدماغ العيان وايدين العيان زي الفل، عشان كده الابر ليمب بيبقى ويل ديفلوب والضغط فيه بيبقى عالي والبلس محسوس حلو جدا، لكن قصادها في ستينوزس هنا، فالدم الواصل لرجلين العيان قليل جدا، فهتلاقي في ديلي في الفيمورال بلسيشن، في ويك في الفيمورال بلسيشن، والضغط في رجلين العيان ضعيف. فاهمين؟ هي نفس الفكره بالظبط، بس هو الفرق ما بينهم ان ده ميكس للان اوكسجينيتد مع الاوكسجينيتد بلد، والتاني عباره عن فرق في الضغط ما بينهم، طيب، والتاني عباره عن ستينوز. طيب فالوت اوف تترولوجي، ركز معي موضوع مهم جدا، وفي اكتر من نقطه معتمد عليه، في اكتر من نقطه اتقالت فوق بس انا كنت مأجلها لغايه ما ناخد فالوت اوف تترولوجي. ركز معي، فالوت اوف تترولوجي اوريكم الصوره بتاعته. تترولوجي فالوت، فالوت اوف تترولوجي بس تترولوجي اوف فالوت، تمام. تترولوجي فالوت ده عباره عن مرض فيه اربع ديفكتات موجوده، تمام. ايه الاربع ديفكتات؟ واحد في اس تي، فتحه في السيبتم الموجود ما بين تو فنتريكل. اثنين حاجه اسمها اوفر رايدنج اورتا. يعني ايه اوفر رايدنج اورتا؟ اوفر رايدنج اورتا يعني الاورتا فاتحه الاثنين، بياخد من الليفت فنتريكل ده الطبيعي بتاعه وبياخد كمان من الرايت فنتريكل، تمام. ثلاثه بيبتدي يحصل ستينوزس في البلمونري فالف. اربعه بيبتدي يحصل رايت فنتريكولار هايبرتيفي، تمام. تاني هما اربع ديفكتات، في اس دي، اوفر رايدنج اورتا، استينوزس في البلمونري ارتري، ورقم اربعه اللي هو رايت فنتريكولار هايبرتيفي. رقم واحد، ركز معايا في فالوت. فالوت واحد هو ات از ذا موست كومن سيانوتيك كونجينيتال هارت ديزيز، تمام. ات از ذا موست كومن كونجينيتال سيانوتيك هارت ديزيز، لكن خلي بالك فالوت تترولوجي ات از ذا موست كومن كونجينيتال سيانوتيك هارت ديزيز، لكنه مش موجود عند الولاده. ليه مش موجود عند الولاده يا بيه؟ الولد ده عنده الولاده فله شمعه منوره زي الفل، ما عندوش اي حاجه، تمام. الولد حلو ما بيزرقش، شكله طبيعي جدا. ايه اللي بيحصل بعد كام شهر؟ بيبتدي يزرق. عشان كده الموست كومن سيانوتيك هارت ديزيز في لحظه الولاده هو التي جي اي، الترانسبوزيشن اوف جريت ارتري، تمام. الترانسبوزيشن اوف جريت ارتري ده عيل عنده الاورطه طالع من الليفت سايد والبلمونري طالع من الرايت سايد، فده شغال مع نفسه ده شغال مع نفسه، فالعيل من اول ما اتولد مولود ازرق، تمام. الفالوت مش كده، الفالوت يزرق بعد الولاده بفتره، وفي المعتاد بيزرق بعد شهرين او ثلاثه من الولاده. طب ثواني يا بيه، ليه بيزرق بعد فتره؟ ليه فالوت تترولوجي على الرغم ان هو موست كومن كونجينيتال هارت ديزيز، موست كومن سيانوتيك كونجينيتال هارت ديزيز، ما هوش ازرق عند الولاده؟ هقول لك ليه. اولا هو ليه بيزرق؟ خلي بالك احنا قلنا فالوت تترولوجي هو عباره عن رباعي، واحد في اس دي، اثنين اوفر رايدنج اورتا، ثلاثه بالمونري استينوزس، تمام، بالمونري فالف استينوزس، اربعه رايت فنتريكولا هايبرتيفي، وده بيحصل سكندري للبالمونري فالف استينوز. ده يبقى عندك البالمونري فالف ضيق،
تمام؟ فبالتالي الدم اللي طالع من الرايت فينتركل بيحتاج مجهود اكبر، فهيبتدي الرايت فينتركل يكبر معاك. ثواني يا بيه، ليه الولد ده مش ازرع عند الولاده؟ الولد ده لما بيبقى مولود، هل بيبقى مولود بالاربع ديفكتات؟ الاجابه لا. الولد ده لما بيبقى مولود بيبقى مولود بديفكتين فقط. الديفكتين هما الفي اس دي والاوفر رايدنج اورتا. اللي ما بيبقاش موجود عند الولاده البلمونري ستينوز، ما بيبقاش مولود موجود عند الولاده، تمام؟ البلمونري ستينوز بيحصل بالتدريج، يبتدي البلمونر فالف يضيق، تمام تمام يبتدي يحصل دي حوالين البلمونري فالف ستينوز، فيبتدي الرايت فينتريكل بيواجه صعوبه انه يطلع دم، فيبتدي يحصل رايت فينتريكل هايبرتوفي. فيا بي البلمونري فالف ستينوزس تمام والرايت فينتريكل هايبرتوفي ما بيبقوش موجودين عند لحظه الولد، ده بيحصلوا بعد شويه. طب برضه ليه ما خلاش الولد ازرق؟ لان الولد بيزرق لما يدخل في بالمونري فالف ستينوز. ليه؟ هو سبب زرقان العيال دول في الفالو تيترولوجي ايه؟ بالراحه. سبب زرقان العيال دول في الفالو تيترولوجي ان البالمونري فالف لما بيبقى ستينوزس الدم اللي رايح للنج قليل جدا، عكس الشنطات كلها اللي فاتت قليل جدا. ليه؟ لان البالمونري فالف هو الفالف اللي قصاد البالمونري ارتري اللي بياخد لك الدم من الرايت فينتريكل وبيوديه اللنج. الفالف ده مقفول، الفالف ده ضيق، فبالتالي الدم اللي هيعدي هيعدي بصعوبه، فكميه الدم اللي رايحه اللنج قليله، فكميه الدم اللي هيحصل لها اوكسجينيشن قليله، فكميه الدم اللي راجع للليفت فينتريكل اوكسجينيتد قليله، فيبتدي الولد يدخل في سانوس، تمام؟ البلمونري فالف بيحصل له ستينوز بعد فتره، عشان كده الولد ده لما بيتولد ما بيبقاش ساينوتيك، على الرغم ان الفالوت هو موست كومن ساينوتيك هارت ديزيز. عشان كده موست كومن ساينوتيك هارت ديزيز ات بيرث هو التي جي اي وليس الفالوت، برغم ان اوفر اول الفالوت هو نمبر 1. الفالوت هو نمبر 1. طيب الحاجه الثانيه، زي ما بقول لك الولد ده في المعتاد لما بيتولد بيبقى كويس جدا، ما بيبقاش مزرق، بيبقى بيتنفس بصوره عاديه. ده مش كده وبس، ده انت كمان لما بتيجي تحط سماعتك على صدره احيانا كتير ما بتسمعش مرمرات. طب ليه ما بتسمعش مرمرات؟ لان في المعتاد المرمر اللي انت بتسمعه في حالات الفالوت بيبقى نتيجه البلمونري فالف السينوز اللي هو اساسا لسه ما حصلش. بيبتدي بالتدريج العيل ده بعد ما يتولد يبتدي يحصل انفانديبولر بالمونري فالف ستينوزي، يبتدي يحصل رايت فينتريكل هايبرتوفي، الدم اللي واصل للنج قليل جدا. اول ما الدم اللي واصل للنج قليل جدا يبتدي الولد يدخل في سيانوزيس. طيب ده يفسر لك الجمله اللي هو كان كاتبها فوق، فاكرها الجمله اللي هو كان حاططها كده وقايل لك ان هو الموست كومن اوفر اول هو الفالو تيترولوجي، لكن الموست كومن ات بيرث هو التي جي. الفالو تيترولوجي مره ثانيه هو الموست كومن سينوتيك كونجنيتال هارت ديزيز، ما بيبقاش موجود عند الولاده، بيظهر اعراضه عند في المعتاد بعد شهرين او ثلاثه. ليه؟ لان البالمونر فالف ما بيبقاش لسه ضيق، تمام؟ لكن الموست كومن سينوتيك هارت ديزيز ات بيرث هو الترانسبوزيشن اوف جريت ارتري. طيب ده نتيجه ايه؟ دي حاجه في الامبريولوجي، حاجه اسمها اورتيكو بالمونري سيبتم، تمام؟ اورتيكو بالمونري سيبتم. لو انت بتفتكروا ايام الامبريولوجي الحاجه اللي اسمها ترانكس ارتريوزس، تمام، اللي كانت بتطلع فيها سبتم في النص ويقسم الاورطه، تمام، دي لو ما لفتش بتعمل تي جي اي، ومش عارف لو حصل مس الاينمنت يعمل حاجات كده، مش عايز ادخل في تفاصيل، هي حاجات في الامبريولوجي، تمام. ده الديفكت بتاعها في الامبريولوجي. بيطلع لك ايه؟ بيطلع لك اربع ديفكتات. الولد ده بيبقى موجود باثنين منهم، هم الفي اس دي والاوفر رايدنج اورطه. يعني ايه اوفر رايدنج اورطه؟ يعني اورطه فاتحه الاثنين، الرايت فينتريكل هايبرتيفي والبالمونر فالف ستينوزس. ده بيحصلوا بعد شويه، ده بيحصلوا بياخدوا وقت لغايه ما بيحصلوا. طيب السيفيريتي، ودي تفسر لك الجمله المكتوبه، السيفيرتي اوف رايت فينتريكل اوت فلو اوبستراكشن ديتيرمينز ذا ديجري اوف ساينوز اند ذا كلينيكال سيفيرتي. كل ما كان الاوت فلو ضيق، كل ما نسبه الاستينوز ضيقت، كل ما كميه الدم اللي رايحه لللنج ما قلت، كل ما الساينوز ما زاد عند العيل، تمام؟ فاهمني ليه؟ لان ده معنى كل ما انت ضيقت الاوت فلو تراكت، تمام، كل ما الدم اللي رايح لللنج قليل، كل ما الاكسجينيشن قلت، كل ما الساينوز زادت. الاعراض الساينوز ذيس از ذا موست كومن فيتشر، بتظهر عن تقريبا عند الشهر الثاني او الثالث، رايت تو ليفت شنت بالراحه. كل الامراض اللي خدناها بتعمل ليفت تو رايت شنت، تمام، الاي اس دي الفي اس دي، خلي بالك ده سؤال موجود في الباس تيست اعتقد، تمام، يقول لك كل دول بيعملوا ليفت رايت شنت ما عدا التترالوجي اوف فالوت. التترالوجي اوف فالوت يا بيه ما بيعملش ليفت تو رايت شنت، بيعمل رايت تو ليفت شنت بالراحه. طب نبص مع بعض، هو الولد ده مش عنده في اس دي، صح؟ عنده في اس دي، والدم المفروض يتحرك من الليفت للرايت سايد زي اللي فاتوا كلهم، لان الضغط في الليفت سايد اعلى بكتير جدا من الضغط في الرايت سايد. اشمعنى في الفالوت اوف تترولوجي الدم لما جه يتحرك فضل انه يدخل الليفت سايد من انه يدخل الرايت سايد؟
ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ ليه المرض ده حصل فيه رايت تو ليفت سايد وليست ليفت تو رايت سايد؟ لا، رايت فنتريك هايبرتيف ده بيحصل سكندري، مش الهايبرتيف اللي هيعمل كده، ده من اول ما اتولد. بالظبط، برافو عليك. الفكره في ايه يا بيه؟ الدم دايما بيدور على الطريق الاسهل ليه، بيدور على الطريق الاسهل ليه. تخيل معايا دلوقتي، ده الرايت فنتريكل صح؟ الرايت فنتريكل جاله دم من الرايت اتريوم، قدامه مسار من الاثنين، قدامه انه يعدي عن طريق بالمونري فالف الضيق جدا، ما ده بالمونري فالف تمام، قدامه انه يعدي عن طريق بالمونري فالف الضيق جدا، وقدامه الاورطه المفتوح، يعدي عن طريق مين الاسهل؟ طبعا يدخل هنا، اسهل له بكتير جدا تمام. ليه؟ الصمام هنا ضيق، الاورطه فاتح في الاثنين، الاورطه فاتح في الليفت فنتركل وفاتح في الرايت فنتركل، فان الدم يعدي عن طريق الاورطه اسهل بكتير جدا من انه يعدي عن طريق الصمام الضيق ده تمام. طيب عشان كده، على فكره ده عشان كده خلي بالك، ده سؤال موجود، كل دول بيعملوا ليفت رايت شانت ما عدا الترالجي اوف فالوب. اشمعنى التترالجي اوف فالوب بيعمل رايت وليفت شانت؟ لان في التترالجي اوف فالوب اسهل له انه يدخل الليفت سايد، اسهل بكتير جدا من انه يعافر ضد البلمونري فالف استينوزس العنيف الموجود. ده سؤال مهم جدا تمام. الميرمر موجود، بيبقى ايجكشن سيستوليك ميرمر، ده نتيجه البالمونري ستينوزس. خلي بالك في المعتاد ما بيبقاش موجود عند الولاده، لان البالمونري فالف ستينوز ما بيبقاش لسه حصل قوي. الفيس دي ما بيعملش ميرمر. رايت سايدد اورتيك ارش مش مهم قوي. شيس اكس راي بيطلع حاجه كده اسمها شبه البوت اللي بتلبسه الستات، ده كانه رجل الست وده البوت اللي هي لابسه، بيسموه بوت شيبد هارت تمام. اللنج طبعا بتبقى اولوجيميك بعنف، ليه اولوجيميك؟ لان الدم اللي واصل ليها قليل جدا، وده سبب السيانوزس الموجوده عند العيل ده. طيب بتبقى بوت شيب هارت، الاي سي جي ممكن تطلع رايت فنتريكل هايبرتيفي. المانج بتاعها بتتعمل، اشهر عمليه بتتعمل ليه حاجه اسمها بلالوك بروسيجر او بلالوك شنط تمام. ايه البلالوك شنط ده؟ ثواني، هو الولد ده مشكلته في الحياه ايه؟ الولد ده مشكلته في الحياه كلها الاكسجينيشن. طب ليه الاكسجينيشن عنده قليل؟ لان الدم اللي واصل للنج قليل. على فكره دي مأساة، بس فالوت تمام، فالوت دايما ماشي ازرق في الشارع لان الدم اللي واصل للنج قليل تمام، فالاكسجينيشن في دمه قليل، فعشان كده هو دايما مزرق تمام. ايه اشهر بروسيجر بتتعمل؟ بلالوك. ايه فكره البلالوك دي يا بيه؟ توصل تزود الدم اللي رايح للنج فيتحسن الاكسجينيشن تمام. ازاي؟ عن طريق انك انت بتعمل شنط، عن طريق حاجه اسمها سابك ليفيان ارتري وبالمونري ارتري تمام. ايه البالمونري ارتري ده؟ البالمونري ارتري ده المفروض الارتري اللي بياخد ده اللي هو ده البالمونري ارتري. البالمونري ارتري ده لا هو ده، اسف مش ده طيب تمام. البالمونري ارتري ده المفروض بياخد الدم من الليفت فينت من الرايت فينتركل وبيوديه اللنج تمام. طيب ايه مشكلته يا بيه؟ مشكلته ان هو في هنا دي جدا، في هنا ضيق جدا، الطريق ضيق جدا تمام. فايه اللي هيحصل؟ الدم اللي داخل في البلمونري ارتري هيقل، فالدم اللي واصل للنج هيقل تمام. فانت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تيجي تعمل شنط ما بين السابكليفيان ارتري لانه قريب كاناتوميكال قريب تمام، وما بين البلمونري ارتري، فيبتدي الدم يتحرك من السابكليفيان للبلمونري لان الضغط في السابكليفيان ارتري في الارتري اعلى من ده تمام. خلي بالك هو ده برضو اسمه ارتري، بس ده اسمه ارتري بس هو متوصل بالفينس سيستم تمام، متوصل براس هيد اوف ذا هارت، الضغط فيه مش زي الضغط بتاع الارتيريا سيستم تمام. طيب فالدم بيتحرك من السابك ليفين ارتري للبلمونري ارتري، ويبتدي الدم اللي رايح لللنج يزيد، فيبتدي الاكسجينيشن يتحسن تمام. ده فكره البلالوك بروسيجر. طيب برضه من الحاجات، في العيال دول بيدخلوا في حاجه اسمها سيانوتك سبيل. سيانوتك سبيل لما الولد ده بيتحط تحت اي ستريس، انفكشن، ديهايدريشن، اي حاجه من الحاجات دي، بتبتدي سيانوزس تزيد بعمق. اول خطوه بتعملها في السيانوز انك انت بتحط العيال دول في حاجه اسمها سكواتنج بوزيشن. فكره السكواتنج انك انت بترفع سيستميك فاسكولار بريشر او سيستميك ريزيستنس تمام، فيبتدي الدم يتحرك في كشنط، بدل ما يتحرك من الرايت سايد للليفت سايد يبتدي يتحرك بالعكس من الليفت سايد للرايت سايد، فتبتدي البلمونري او الدم اللي رايح للنج بيزيد. من ضمن الادويه برضو اللي بتحسن في سيانوتكس بيل دواء بيتا بلوكر. ايه فكره البيتا بلوكر؟ ان بيقلل شويه السباز الموجود في في الانفانديبولر بتاع البلمونري اللي هو حوالين البلمونري فالف تمام. فالمهم ان حوالين البلمونري فالف الدنيا بتوسع، فالدم اللي رايح للنج يزيد،
فالاكسجينيشن تتحسن فالساينوزس تقل. طيب الاور التترالوجي فالت قصته كلها مرتبطه بالساينوز من اولها لاخرها. تمام، تاني اخر مره، التترالوجي فالت ات ذا موست كومن ساينوتيك كونجنتال هارت ديسيز. مشكلته هو عباره عن رباعي، الديفكت بتاعه في الامبريولوجي في حاجه اسمها اورتيكو بالمونار سيبتا، هو عباره عن رباعي. الولد ده بيبقى مولود بحاجتين، بالفي اس دي وبي الاوفرايد اورتا، بتدرج بيبتدي يحصل ستينوس في البالمونار فالف، فبيبتدي يحصل يدخل في رايت فنتريك هايبرتو، في رايت فنتريك هايبرتو فبيحصل سكندري للبالمونار فالف ستينوس. تمام، خلي بالك كل ما الستينوس دي ما بتزيد، كل ما الدم رايح اللنج بيقل، كل ما الاكسجينيشن ما بتقل، كل ما ساينوزس ما بتزيد. تمام، الولد ده قصه حياته كلها ساينوز، بس ساينوز ما بتبقاش موجوده عند لحظه الولاده، لا دي بتظهر بعد فتره. الولد عند لحظه الولاده بيبقى زي الفل، تمام، ما فيهوش اي مشاكل خالص. لكن بقى بالتدريج بيبتدي السينوز الموجوده بما بتزيد، الانفانديبولار سينوز تبتدي تزيد، فيبتدي السينوز تبتدي تظهر على العيل. عشان كده لو سالك وات ذا موست كومن كوز اوف ساينوزس ات بيرث، تي جي اي، لو عيل مولود ازرق تي جي اي وليس فالوت اوف تترالج. تمام، وليس فالوت اوف تترالج. طيب why we didn't change pulmonary valve. على فكره هي مشكله ما بتبقاش في البالمونري فالف، بتبقى تحت البالمونري فالف سب انفانديبولر. ليه ما بنغيرش البالمونري فالف؟ سؤال حلو، مش عارف. طيب ممكن ادور لك عليها واقولها لحضرتك، بس انا مش عارف ترى ليش معنى ما ليه ما بيفكروش في كده. طيب الاجكشن سيستوليك ميرمر ده بيبقى نتيجه بالمونري سينوز، عشان كده في المعتاد بالظبط كورين سابو في المعتاد ما بيبقاش موجود عند الولاده. البلوك شانت ده اللي بيعمل لك انسوموز ما بين الاثنين. طيب ايبشتاين انومالي، طيب ناخد بريك صغير 10 دقايق ونرجع نكمل 10 دقايق بالظبط.